بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية شباب. طبعا نرحب فيكم في لقائنا الخامس الخاص بالوحدة الأولى. مثل ما ذكرنا بدايتنا في الوحدة الأولى راح ناخذ 4 محاضرات ونص، هذه المحاضرة الأخيرة الخاصة في الوحدة الأولى. طبعا مباشرة راح ننتقل لآخر جزئية، بس قبل كذا راح نستعرض الأشياء اللي قلنا راح نتكلم عنها والعناصر الخاصة في الفيزيكال ميجرمنت. طبعا لو تلاحظ في اول عنصر من العناصر تكلمنا عن التفرقة ما بين البيزك يونت والدرايف يونت، وبعد كده انتقلنا الى عملية التحليل فندمنتال ديمنشن اند درايف ديمنشن اللي هو عملية ديمنشن اناليسيس، تحليل الابعاد الخاصة في استنتاجنا الى الكميات المشتقة. في الخطوة قبل الأخيرة تكلمنا عن استنتاج بعض القوانين الفيزيائية المعتمدة على نظرية الأبعاد، وآخر خطوة أو آخر عنصر من عناصر نلاحظها Dimensionally Homogeneous Equations، هي عبارة عن استخدامنا إلى الأبعاد إن كان الأساسية أو المشتقة في عملية إثبات وصحة القانون، هل القانون هذا الفيزيائي صحيح ولا لا، معتمدة على الأبعاد في أطراف المعادلة. ومباشرة حاليا راح ننتقل لهذه الجزئية. طبعا أنا عندي تقريبا 4 أمثلة الخاصة فيهم، راح نتعامل مع 3 أمثلة، ومثل ما راح نعمل إنه يكون المثال الرابع يكون عملية في المناقشة الخاصة في المحاضرة. طبعا هذه المحاضرة الماضية اللي تكلمنا فيها عن استنتاج القانون الفيزيائي أخذنا 3 أمثلة، مثالين مع بعض في المحاضرة ومثال كان حول في المناقشة وجدنا واحد الزملاء يعني بين حد الطلاب. طيب المثال الخاص في عملية التحقق من صحة القانون الفيزيائي، أول نقطة لابد أن نعرفها أن القانون الفيزيائي أو المعادلة الرياضية هي عبارة عن طرفين يوجد علامة يساوي ما بينهم، يعني عندي طرف يسار وطرف يمين. علشان أستخدم هذه النظرية لابد في البداية أني أدرس الكميات الموجودة داخل هذه المعادلة. طبعا راح يبين لك في السؤال إيش الرموز أو المعادلة تمثل أي من الكميات الفيزيائية بمسمياتها، وأكيد راح تجيك المعادلات اللي تحتوي على الكميات اللي درسناها إن كانت أساسية أو إن كانت مشتقة. في هذا المثال قال if the final displacement يعني الإزاحة النهائية for an object with constant acceleration a is، أعطاك معادلات الحركة على خط مستقيم سارع ثابت the equation of motion with constant acceleration، هي معادلات الحركة على خط مستقيم تسارع ثابت. طبعا هذه المعادلة تلاحظ ان الاكس هي تمثل final displacement، الاكس نوت هي تمثل initial displacement. طبعا ممكن هنا السؤال ناقص مفترض يبين لك الرموز، فلو كان جاك سؤال راح يبين لك الرموز تمثل اي من الكميات الفيزيائية. فهنا الاكس هي final displacement مثل ما ذكرنا، الاكس نوت علامة هذه شباب ممكن نوت او الاي تمثل الابتدائية يعني initial displacement، البي نوت تمثل initial velocity السرعة الابتدائية، T تمثل time، half A تمثل acceleration، T square تمثل time. طيب الآن في المعادلة الموجودة قدامي نلاحظ وجود مثل ما ذكرنا طرفين، طرف يسار وطرف يمين. قال لك سؤال test the equation by using dimensional theory، يعني اختبر صحة القانون، اختبر المعادلة باستخدام نظرية الأبعاد. نظرية الأبعاد المقصود فيها إيش؟ الأبعاد اللي أخذناها إن كانت أساسية أو إن كانت مشتقة. علشان أحكم على القانون هل هو صحيح أو لا، إن لابد إن يكون الطرف اليسار مساوي لجميع الحدود في الطرف اليمين. يعني في الطرف اليمين ممكن يكون حد واحد فقط، ممكن يكون حدين، ممكن يكون 3 حدود. هنا في هالمعادلة هذه أعطاك 3 حدود في الطرف اليمين، ف
علشان أختبر صحة القانون وأحكم على القانون هل هو صحيح أو لا، أول شيء راح أستخدم المعادلة ونستخدم الأبعاد. بعد عملية التحليل وبعد عملية الاختصارات بعد كده أحكم، مش من البداية من الصورة الأولى نحكم هل هي صحيحة أو لا، لا، من بعد عملية الاختصار وعملية التحليل ونشوف الأشياء اللي تنحذف مع بعض، وبعد كده تقدر تحكم على أن القانون صحيح أو لا. علشان أحكم على القانون صحيح أو لا، أنا لابد الطرف اليسار يساوي جميع الحدود بالطرف اليمين، وهذا اللي رايحين نلاحظه. فخلينا نبدأ في أول هذه الأمثلة. على سبيل المثال الآن عندي جزئية هذا المثال، فرضا لو كان عندك، فخلينا ناخذ نوع اللي يهمني هنا المعادلة. طيب الجزئية هذه شباب أعطاك الـ X الـ Final Displacement وأعطاك الـ X Note والـ V Note والـ T plus half الـ AT تابع. عشان أستخدم هذه النظرية أمثل بالأبعاد. الطرف اليسار موجود عندي Displacement، وأنا أعرف بعد الـ Displacement هو يقع تحت مظلة الطول، فبالتالي بعده هو عبارة عن كابيتال L. هل في الطرف اليسار يوجد شيء ثاني؟ لا، هي علامة يساوي، راح أحط علامة يساوي. طيب الـ Initial Displacement نفس الشيء، أنا ما يهمني هل هي Final Initial Displacement، في الأخير هي تمثل إزاحة، فبالتالي راح يكون بعدها نفس الشيء كابيتال L. علامة زائد. هنا الـ V Note في T، الـ V Note اللي هي عبارة عن السرعة، والسرعة نعرفها هي عبارة عن LT minus 1، والـ T تمثل Time. طبعا النص ليس له تمثيل بعدي، وبالتالي راح أتركه، أنا ما يهمني هنا في العملية الإثبات، فقط أحتاج إلى عملية الكمية. التسارع هو عبارة عن LT minus 2، والـ T هي عبارة عن T term. طيب لاحظ هذه عبارة عن الجزئيات اللي حصلنا عليها. ميزة هذه الجزئية شباب، مش العملية صعبة، جدا سهلة، لاحظوا من خلال التمارين اللي راح ناخذها. قبل لا نحكم هل هي صحيحة أو لا، خلينا نشوف عملية الاختصار. مثل ما ذكرنا الشرط الأساسي أن الطرف اليسار لابد أن يساوي جميع الحدود في الطرف اليمين عشان نحكم أنها صحيحة، ما تساوي فإذا غير صحيحة. ألاحظ أن الطرف اليسار يساوي الحد الأول في الطرف اليمين، يعني كم حد في المعادلة؟ هذا رقم واحد، هنا رقم اثنين، وهذا رقم ثلاثة. طيب الطرف اليسار مساوي الحد الأول في الطرف اليمين، الطرف اليسار لا يساوي الحد الثاني في الطرف اليمين، لكن احنا ما نقدر نحكم إلا نشوف هل توجد في عملية اختصار ولا لا. هنا نلاحظ أن T أس موجب واحد، وهنا T أس سالب واحد، وعلامة ما بينهم هي ضرب. فإذا كان الأساس موحد وعملية الضرب راح نجمع الأسس، سالب واحد موجب واحد مساوي T أس صفر، وأي شيء أس صفر قيمة واحد، فبالتالي T مع T راح تروح. ونفس الشيء بالنسبة إلى T تربيع وT سالب اثنين راح تروح. الآن نعم الطرف اليسار يساوي الحد الثاني في الطرف اليمين، يساوي الحد الثالث في الطرف اليمين، فإذا أقدر أحكم على أن القانون صح. نقول the equation كملاحظة. is correct. هذه العلاقة أو الملاحظة الأخيرة اللي لابد من نكتبها هي صحيحة أو لا بعد عملية التحليل اللي رايحين نجري. فإذا عملية جدا سهلة شباب، نظرية الأبعاد في التحقق من صحة القانون الفيزياء. هذا المثال رقم واحد. فلو انتقلنا الآن للمثال رقم اثنين لنفس المعادلات، هذا خط مستقيم تسارع ثابت لكن هذه المعادلة ثانية.
فلو أخذنا هذه المعادلة وانتقلنا بهذه الجزئية راح نعمل نفس الشيء، راح نعمل نفس التحليل. هنا تلاحظ الخطوات جدا راح تكون أسهل. هنا قالك final velocity يعني سرعة نهائية with constant acceleration، وهذا ال V نوت initial velocity، ال A هي عبارة عن acceleration وال T هي عبارة عن time. قالك this the equation by using the dimensional theory of U. راح نستخدم نفس الإجراء اللي عملناه في المثال رقم واحد. فال final velocity هي عبارة عن إيش؟ نستخدم الجزئية هذه، عبارة عن L E minus 1. الـ initial velocity هي عبارة عن الـ LT minus 1، والتسارع هو عبارة عن الـ AT تقريبا. عفوا التسارع هو عبارة عن صحيح الخطوة هذه هي عبارة عن الـ L minus 2 مضروبة في T. طيب الآن نلاحظ أن الطرف اليسار يساوي الحد الأول بالكامل في الطرف اليمين، هنا LT minus 1 وهنا LT minus 1. الحد الثاني ما أقدر أحكم لنشوف هل في توجد عملية اختصار ولا لا، من واضح هنا وهنا تي سالب واحد سالب اثنين يصير تي سالب واحد، فإذا الطرف اليسار يساوي الحد الثاني في الطرف اليمين فمساوي مع بعض، فأطلق نفس العبارة the equation is correct. هذا عبارة عن مثال رقم اثنين. المثال رقم ثلاثة هي في المعادلة الثالثة، معادلات الحركة لخط مستقيم تسارع ثابت، وهذا اللي رايحين نعمله كتمرين، بس خلينا نبدي هنا في المثال الثالث. طيب الجزئية هذه لو حبينا نعمل فرضا هذا النشاط هذه المعادلة، راح يكون عبارة عن الـ final velocity هي الـ L T minus 1 كسرعة مساوية الـ VI نفس الشيء سرعة الـ LT minus 1. بس لكن هنا لابد ننتبه إلى خطوة مهمة وضرورية، أن الـ V مرفوعة بأس 2 نفس الشيء هنا أس 2، فبالتالي لابد نطبق عليه أنه يكون مرفوعة بالأس 2 تربيع، ونفس الشيء بالنسبة إلى السرعة هنا راح يكون بالأس 2. طيب لو رجعنا زائدا الاثنين طبعا ما إليها أي تعبير بالنسبة للأبعاد، فقط عندي التسارع هي عبارة عن L T minus 2 مضروبة في إيش؟ الـ X. الـ X هنا تمثل displacement، فإذا عبارة عن الـ L. طيب الآن الواضح أن بإمكانك خيار هنا انك ما يحتاج توزع التربيع ما بداخل القوس، او حبيت انك توزع هذا الشيء ما عندك مشكلة، بس لكن الطرف اليسار مساوي للطرف اليمين. هنا بامكاني اني اغيرها الى نفس الصورة هذه ولا اوزع نتيجة عملية الطرف، فخلينا نوزع هنا التربيع ما بداخل القوس، فراح يكون عندي عبارة عن ال تربيع، ان هنا اثنين وهنا ال تربيع،
والتي سالب 2 يساوي هنا ال تربيع وهنا التي سالب 2 وهنا نفس الشيء ال مع ال فنلاحظها هي عبارة عن ال تربيع تي سالب 2. طيب نلاحظ أن الطرف اليسار مساوي إلى الحد الأول في الطرف اليمين، أن هل دائما المعادلة مكونة من ثلاثة حدود أو حدين؟ لا، ممكن يكون حد واحد، ممكن يكون حدين. هنا صادفنا عبارة عن حدين، فإذا الطرف اليسار يساوي الحد الأول في الطرف اليمين يساوي الحد الثاني في الطرف اليمين. فبالتالي في هذه الجزئية أنهينا ثلاثة أمثلة وتحققنا من صحة القانون الفيزيائي، نقدر نطلق عبارة عن المعادلة perfect، يعني المعادلة صحيحة. Equation is correct. فنلاحظ في المعادلات الثلاث كلها تحققت صحة القانون. هل دائما راح يجيني معادلات صحيحة؟ لا، مو شرط، ممكن يكون المعادلات غير صحيحة. بعد عملية التحليل ممكن تستنتج أن لا يوجد، بس قبل أن نطلق العبارة لابد أن نتأكد أن جميع عمليات الاختصار وعمليات التحليل عملناها، لأن لو حكمت من البداية بيكون واضح أنه ما في تشابه، بس لكن لما تختصر راح يبين لك تشابه الموجود طرفين، كان طرف الأيسر مع طرف اليمين. هذه عبارة عن ثلاثة أمثلة. المثال هذا راح نعمله كتمرين بداخل المناقشة. قال لك هنا يعني خاص في period time symbol pendulum يعني البندول is measured in time units and is described by أعطاك المعادلة وأعطاك التعريف للرموز where L is the length of the pendulum and G is the free fall acceleration له due to gravity له acceleration of gravity G show that this equation is dimensionally correct. يعني اختبر صحة القانون ودلالة المعادلة هل هي صحيحة أو لا. هذا نلاحظه كتمرين داخل المناقشة. طبعا في هذه الجزئية أنهينا الوحدة الأولى، كانت جدا قصيرة وكانت يعني المعلومات اللي فيها خفيفة، ما كانت تعامل مع أرقام، مجرد كانت عبارة عن عمليات إثبات، عمليات تحقق، وعمليات تحليل إلى وحدات القياس وهم كذلك إلى الأبعاد. فبالتالي نلاحظ أن العناصر الخاصة في الوحدة الأولى غطيناها ووصلنا لآخر الخطوات هذه وتحقق من صحة القانون الفيزيائي. فظل عندي فقط تمرين راح نعمله مع بعض إن شاء الله في المناقشة، هذا التمرين إن شاء الله. فشاكر لكم شباب استماعكم وتسجيلكم للملاحظات، وإن شاء الله نلتقيكم على خير إن شاء الله.